لا شك أن كثيرا منا يعاني هموما وأحزانا كثيرة ويبحث عن الحل الأمثل لكل ذلك، وهل من حل أنفع من القرآن والسنة؟ فالحل لكل مشاكلنا هو في القرآن وفي السنة. في القرآن ما قاله الله سبحانه وتعالى، وفي السنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك وحيا من الله عز وجل. اليوم أتينا لكم بدعاء فك الكرب الشديد وتفريج الهم والحزن. دعاء فك الكرب من الأدعية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا اشتد به أمر من الأمور، ويمكن للمسلم الدعاء به في أي وقت. قد يصاب بالمرء أحيانا بضيق وهم، وحينها يلجأ إلى الله ويدعوه سبحانه، ومن ضمن ما يدعوه به دعاء فك الكرب وإزالة الهم والغم. والدعاء عبادة وفعل ينبغي على كل مسلم أن يقوم به، ولا يقتصر أداؤه على أوقات الشدة والضيق، بل يذكر الله ويتضرع إليه في كل وقت وحين. وخير ما نتخذه أسوة حسنة هو نبينا الكريم صلوات الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يسأل ربه استجابة دعائه، ويستعيذ به سبحانه وتعالى ألا يستجيب له، وهو المستجاب الدعاء قطعا ويقينا. وإنما بيان ذلك من لزوم العبودية لله وتبليغ رسالته وتعليم أمته، لقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي، رواه أحمد في المسند. من أداب الدعاء يبدأ المسلم بحمد الله عز وجل، ويصلي بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، ويختم بذلك أيضا، أن يدعو المسلم ربه في السراء والضراء، الرخاء والشدة، ألا يدعو المرء على أهله وماله أو ولده ونفسه، أن يخفض صوته في الدعاء بين المخافة والجار، أن يتضرع إلى الله عز وجل في دعائه ويلح على ربه في الدعاء. ورد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، رواه أحمد وأبو داود. وعن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلم قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدل له مكان حزنه فرجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. من دعاء فك الكرب ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وهناك مجموعة من الأدعية الخاصة التي ثبت في صحيح السنة أن بعضها يفرج الكرب ويزيل الهم والغم، ومنها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول هذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ومن دعاء فك الكرب
دعاء زين العابدين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت؟ إلهي إن لم أسألك فتعطني، فمن ذا الذي أسأل فيعطني؟ وإن لم أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ وإن لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ إلهي وكما فلقت البحر لموسى فنجيته من الغرق، فصل وسلم يا رب على محمد وآل محمد، ونجني مما أنا فيه من كرب بفرج عاجل وغير آجل، وبرحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة، والاشتراك بالقناة، وجزاكم الله خيراً.